فالسعيد من جعل حياته ميدان مجاهدة، يجاهد نفسه، يجعل عنده هدف في حياته. الناس اليوم يقولون: ما هدفك في الحياة؟ ها؟ ما هدفك في الحياة؟ اللي يقول: والله هدفي أن أكون طبيبا، واللي يقول: هدفي أن أجمع مالا، واللي يقول: هدفي أن أفعل كذا وكذا. لكن اليقظ ليس النائم، اليقظ هو الذي يجعل هدفه في الحياة هو الارتقاء في سلم الدين والإيمان. يعلم من نفسه تقصيرا، إذن يجاهد نفسه، يرتقي في السلم حتى يصل إلى درجة كمال الإيمان الواجب، ثم يرتقي ويجتهد حتى يصل إلى درجة كمال الإيمان المستحب. فضل الله واسع والله شكور، ومن أقبل على ربه أقبل ربه عليه، ومن أتاه يمشي أتاه سبحانه هرولا، ربك كريم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هدفك في الحياة ينبغي أن يكون هو هذا.